أعلنت كليات التميز بدء التسجيل في برنامج هندسة صيانة الطائرات للبنات بشراكة مع طيران الرياض، ويهدف البرنامج إلى تمكين الكوادر الوطنية والمتدربات للمرة الأولى في مجال هندسة صيانة الطائرات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركتين لتعزيز مشاركة المرأة في صناعة الطيران وتمكينها من الحصول على فرص عمل متخصصة في هذا المجال الواعد. وللحديث أكثر ينضم إلينا هاتفيا رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال في كليات التميز المهندس نايف المطرفي. حياكم الله مهندس نايف. كما ورد في الخبر أنها المرة الأولى التي يتاح فيها هذا التخصص الدقيق صيانة الطائرات لبنات المملكة، هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادرة، عن هذا المشروع، عن بدء القبول وعن الشروط؟ حياك الله، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام بكل خير. طبعا عقدنا اتفاقية وشراكة استراتيجية مع طيران الرياض لبنات في تخصص صيانة الطائرات من خلال الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران. طبعا الكلية أسست في العام 2013 وتخرج منها الآلاف من شباب الوطن اللي يخدمون اليوم لنهوض قطاع الطيران. كذلك الكلية تزخر بإمكانات عالية جدا بدعم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، واللي مكنتها اليوم من أن تكون من أكبر المنشآت التدريبية في صيانة الطائرات على مستوى إقليمي وليس محلي فقط. نعم، البرنامج ذاته يعني كم مدته، متى يبدأ وكم العدد؟ طبعا البرنامج التدريبي في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران هو برنامج لمرحلة الدبلوم العالي، مدته 3 سنوات تدريبية، يبدأ بالسنة التحضيرية اللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية في العلوم، ومن ثم التخصص عبارة عن 2 سنوات تدريبية. الأولى يكون فيها التدرب على المهارات والمعلومات الأساسية، وفي السنة الأخيرة المهارات التطبيقية والفنية. نعم، يعني تأتي هذه الخطوة في إطار شراكة بين كليات التميز وشركة طيران الرياض، هل يعني هذا أن المتخرجات سيكونون فقط لشركة طيران الرياض أم أنها ستخدم بقية الشركات الأخرى مثلا زي الخطوط السعودية وبقية الخطوط؟ طبعا زي ما ذكرت بأن الكلية هي كلية حكومية تقدم التدريب للمواطنين والمواطنات السعوديين، تخرج لقطاع قطاعات الأعمال المختلفة. من خلال هذه الاتفاقية سيكون هناك برنامج خاص للفتيات منتهي بالتوظيف مع طيران الرياض. نعم، يعني كل الخريجات في الدفعة الأولى يعني ضمن هذه الشراكة فقط لشركة طيران الرياض. بالفعل الخريجات ويتم استقطابهم لهذه الفترة سيكونون لطيران الرياض، وسيتم توقيع عقود تدريب منتهي بالتوظيف معهم للالتحاق بطيران الرياض بعد إنهاء البرنامج. هل حددتم عدد معين للمقبولات وما هي الشروط؟ طبعا الاتفاقية مع طيران الرياض اتفاقية طويلة فيها أعداد، كل فصل تدريبي سيتم استقطاب عدد من المتدربات، أيضا سيتم توفير مزايا عديدة للملتحقات بالبرنامج من ضمنها صرف مكافأة مالية وتأمين طبي أيضا للمتدربات. سيكون العدد 25 في كل فصل تدريبي مستمر على مدار الفصول التدريبية. نعم، المهندس نايف المطرفي رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال في كليات التميز، شكرا جزيلا لك.